هل يمكن أن يحل الروبوت محل الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض؟ العلم يقول نعم، ولكن قبل الشرح لابد من تعريف تقنية الذكاء الاصطناعي التي يعتبر الروبوت أحد منتجاتها. هي فرع من علوم الكمبيوتر يسعى لتطوير قابلية تطبيق المعرفة والمهارات الإنسانية على الآلة لتحاكي الإنسان في التفكير والعمل والاستنتاج وحل المشاكل والتعلم والتخطيط. ونحن في الواقع نعيش مع بعض تقنياته بطريقة أو بأخرى، ومنها المساعدة المنزلية أليكسا التي تتعرف على الأصوات وتتلقى الأوامر وتنفذها، وهناك السيارات الذاتية القيادة. ومن أمثلته أيضاً تحول ضغطة لايك على فيسبوك عبر برمجيات لاستنتاج مزاج ضغط الزر، وهذه القابلية على تفعيل مدخلات البيانات وتفصيل التعليمات هي ما يطلق عليه الخوارزميات أو اللوغاريتم. الباحث في علاقة التكنولوجيا بالسياسة ألفين كابريو ذكر في محاضرة ألقاها عام 2017 أن فيسبوك قادر على التنبؤ بالمرشح الذي سيصوت له الناخب الأمريكي، وقال إن الأمريكيين المعجبين بالفنان العالمي بوب مارلي مثلاً يميلون للتصويت للحزب الديمقراطي، بينما محبو موسيقى الريف جمهوريون، ويعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أحد أشهر السياسيين الذين وظفت حملته هذه الخوارزميات لصالح إعلاناته السياسية التي ظهرت بكثافة عام 2016 وكانت من عوامل فوزه. هذا بالنسبة لأحد الأدوار التي لعبها الذكاء الاصطناعي في السياسة، ولكن هل يمكن أن يحل الروبوت محل السياسيين؟ أظهر استطلاع لمركز تابع لجامعة IE الإسبانية بعد السؤال نحو 3000 شخص من 11 بلداً عن كيف سيكون شعورهم لو قلص عدد ممثليهم بالبرلمان مقابل منحها للروبوتات، وصوت 51 منهم للروبوتات. تقارير عالمية أرجعت ذلك لا للثقة في الروبوتات، فهي لا تزال محدودة القدرات وقابلة للاختراق، ولكن لفقدان ثقة الأوروبيين بالبرلمانيين لعدة أسباب، منها تخبطهم بمواجهة كورونا. أما موقع Towards Data Science فأرجع قلة ثقة الناخبين بالبرلمانيين في الدول التعددية إلى أن البرلمانيين غالباً ما ينسون وعودهم للشعب ويعملون لتقوية نفوذهم. حتى الآن لم يحل أي روبوت محل سياسي، ولكن العام 2018 شهد ترشيح ميشيتو متاسودا، وهي روبوت أنثى لمنصب عمدة بلدة تاما غرب طوكيو، واعدة بحل مشاكل أبناء البلدة بناء على الإحصاءات دون تمييز. لم تفز متاسودا، ولكنها حلت في المرتبة الثالثة. وختاماً نعود لمحاضرة الخبير ألفين الذي شبه الروبوت السياسي مستقبلاً بالمساعدة أليكسا، ولكن بدل طلب أغنية يمكن أن يغذى بكل المعلومات حول المشاكل المراد حلها في التعليم والتقاعد والجريمة وغيرها، وسيقوم باتخاذ القرار مذكراً بأن هناك كمبيوترات قادرة على لعب الشطرنج. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.